أول رسائل هذه الحلقة من الأخوات المستمعات ميم صاد وباء صاد وخاء صاد الكثيري من جدة. بعثنا سؤالين، أولهما: ما حكم غطاء الوجه في أثناء العمرة والحج؟ تقول: علما بأننا قرأنا في بعض الكتب أنها محرمة، ومن فعلها فعليه الفدية، ولكن في الحرم تزدحم الرجال وخاصة في الطواف والسعي وعند الصلاة، فهل علينا أن نسدل أغطيتنا إذا صلينا؟ بل فهل علينا أن نسدل أغطيتنا وإذا صلينا وأمامنا رجال؟ فهل نسدل الغطاء في الصلاة وإذا سجدنا نرفعه؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المرأة المحرمة لم تنهى عن تغطية وجهها مطلقا، وإنما نهيت عن تغطية وجهها بالنقاب ومثله البرقع، لأن هذا مخيط على قدر الوجه. وأما تغطية وجهها بالخمار أو بالثوب عند الرجال الذين ليسوا من محارمها فهذا أمر واجب عليها بالإحرام وفي غيره، وفي الصلاة وفي غيرها إذا كان عندها رجال ليسوا من محارمها. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال فدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. كان هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا صلت وعندها رجال أيضا ليسوا من محارمها فإنها تغطي وجهها في الصلاة، وإنما تكشف وجهها في الصلاة إذا كانت بغير حضرة رجال أجانب. نعم.